السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان نسجل اليوم درس جديد من دروس منهج بريدج تو سكسس، منهج جريد 6. اليوم هنبدأ أول دروس يونت 3 مع الطالب يوسف إسلام. ليسن 1 بعنوان Which sports do you do؟ طبعا وحدة جميلة جدا عشان بتتكلم عن الرياضات وكلنا بنحب الرياضة. هنبدأ مع يوسف وقراءة الكلمات. Athletics, badminton, بادمنتون يعني كرة الريشة، في لعبة كده اسمها كرة الريشة زي ما باين في الصورة، ما بادمنتون volleyball, كرة الطائرة. hockey, هوكي يعني الهوكي، اخلص hockey, gymnastics. الجمباز. عندنا في الصفحة الأولى which of these sports do you do؟ هل أنت بتلعب أي رياضة من هذه الرياضات؟ Yeah. which one؟ Volleyball with my dad. فولي بول. Also I think you play another sports like football أكيد صح؟ Athletics, athletics, football, swimming, وسويمنج tennis. كمان. It tennis and sometimes basketball. اوكي. So اقرأ الكلمات مرة ثانية. Athletics, badminton, volleyball, hockey, gymnastics. Do you do any others? انت قلت swimming. Swimming and football. Athletics, volleyball. Volleyball. Where and when do you do sport? I do volleyball when I am in Tuesdays, on Tuesdays. But I do athletics in Saturdays. Okay. Where? And I do football for Fridays On with my Friday. friends and Okay. my friends. One a week, maybe something. عندنا كلمات تانية match a picture in activity 1 to the words in the box. عندنا في ألعاب تانية زيادة زي اقرأ كده شوت بوت، والشوت بوت المقصود بيها الكرة، رمي الكرة الحديدية، بيكون الكرة حديدية بنرميها لأبعد مسافة، بعدين ديسكس و discuss of course. هي رمي القرص، بيكون قرص حديدي وكمان بنرميه لأبعد مسافة. المنافسة هي رياضة بدنية، هي زي الجيم أصلا. هي الجيم، لا الجمباز مقصود بيها الجمباز، جيمناستكس، بعدين باسكت، باسكتبول، كرة كرة السلة، السلة، جافلين، الرمح. جيبل اللي هي الرمي، الرمح، رمح بنرميه لأبعد مسافة. طبعا كل دي ألعاب القوة، يعني من ضمن ألعاب القوة. تراك ريسس، سباقات الجري. التراك ريس اللي هو سباقات المضمار، بيكون حوالين استاد ملعب كرة القدم في مضمار كده، ده اللي بيتم حواليه سباقات ال 100 متر، ال 200، ال 300، ال 3000، دي اسمها تراك ريسز. بعدين بادمنتون بادمنتون تنس الريشة، اللي هي كرة الريشة اللي باينة معانا في لتر بي، فولي بول هي فولي بول دي، كرة الطائرة لتر سي، أثليتكس ألعاب القوى، الألعاب عامة اللي هي لتر ايه، و هوكي هوكي هي الهوكي، لعبة الهوكي. أخت الهايس هوكي، لكن ما فيش أيس ولا طيب في لبس كده تمام، حلوين. عندنا هنا نص استماع، أنا أظهرت الإجابات عشان نسمع ونقارن الإجابات، نسمع مع بعض. One. I love it because you can play it anywhere. On the beach, on a playing field, in the park. You just need a ball. You don't even need a proper pitch, as long as there's enough space. You can make goalposts out of anything. We use our jackets or sweatshirts. Two. وأول واحدة اللي هي فوتبول. Last فوتبول. year, I really hurt my leg playing in a match against another school. Someone hit me really hard with their stick while we were trying to get the ball.
I was wearing old shin pads and they didn't protect me very well. It can get really rough on the pitch, but I still love playing. I love being in a team because you work together and help each other to play a good game. 3. I really like it because you exercise all of your body and you feel really energetic afterwards. You don't need to buy much equipment, just swimming shorts to wear in the water and goggles to protect your eyes from the chlorine in the pool. 4. I like it because you can play with one other person or in a group of 4. There's a court in the sports centre near our house and my mum books it so I can play with my friends. We have to take our own rackets, but we can borrow the shuttlecocks from the sports centre. طبعا ده البادمنتون. بادمنتون. تمام، هنا كتاب الاكتيفيتي طبعا كلمات اللي هي الالعاب، واحنا بنطلعها من الجدول معانا وهي محلوله بالفعل، بس هنقرا الكلمات مره ثانيه. ايوه. كلمات البوكس. هوكي اقرا. الهوكي. الهوكي اهي. فولي بول. بس خلينا نقرا بس. نقرأ بس كلمات يلا. هوكي، فولي بول، سويمينج، بادمنتون، باسكتبول، جيمناستكس، تنس، جودو، فوتبول، أثليتكس. طيب هنكمل تحت على حسب كل طالب هيكتب سبورتس اي هاف ترايد. بالنسبة لك انت يوسف سبورتس اي هاف ترايد هنكتب فور مي سويمينج، باسكتبول، بادمنتون، تنس، فوتبول، جودو. تمام. Sports I often do. أو I often do. رياضات أنت بتعملها. دايما. Swimming. Swimming. Volleyball. والفوتبول. والتنس. وكمان بلعب الهوكي. And okay. Popular sports in my country. In your country. In Egypt. Egypt. Football. محمد صلاح. فوتبول طبعا، ومشهور لاعب مشهور بتاعنا محمد صلاح. طيب دلوقتي هنروح ل listen to sports. اقرا. sports equipment اللي هي ادوات رياضي. عندنا في الصوره you need a shuttlecock to play badminton. هنشوف الادوات الرياضيه والرياضات الخاصه بكل واحد من الصور معانا. هنشوف دلوقتي مع بعض. نقرا الفوكابلر الاول. shuttlecock trunks goal boots, a racket, a hockey stick, a goggles, a shin pads, a net. تمام. بشاطر كوك اللي هو كرة الريشة، لتر سي، ترانكس اللي هو شورت السباحة، جول بوست اللي هو المرمى، مرمى كرة القدم أو الهوكي، انت الشبكة، شبكة كرة الطائرة أو كرة الريشة، شين بادز اللي هو واقي الساق، راكت المضرب، هوكي ستيك عصا الهوكي، وجاجلز اللي هي نظارات السباحة. هنشوف دلوقتي كل طبعا دي الإجابات بتاعتنا اللي احنا هنوصل كل كلمة طبعا بالحرف المناسب ليها، وبعدين هنقول you need a مثلا shuttlecock to play badminton. مثلا عندنا مثلا هنحتاج letter A اللي هو letter A اللي هو جاجلز، يبقى you need جاجلز to أو for swimming. For swimming. Letter B. Letter B اللي هو عندنا a racket. You need. You need a racket. A racket. Number B. To play. To play what? To play tennis and badminton. تمام. Letter C اللي هو shuttlecock. You need. You need it only to play badminton. You need shuttlecock to play badminton. بعدين letter D.
You need the to play hockey and football. Shin pads to play hockey, football, baseball, and cycling. كمان. بعدين letter E, hockey stick. You need hockey stick. الهوكي ستيك للهوكي والايس هوكي. تمام صح. والايس هوكي. تمام. و you need this one trunks for or to. Trunks or swimming بس. For swimming. وبنحتاج الجول بوست فور الهوكي والفوتبول هوكي اند فوتبول وطبعا نت فور الفولي بول والباسكت بول والتنس والتنس المفروض مش باسكت بول التنس فولي بول ولا مش فولي بول سوري فولي بول والبادمنتون انا مش عارف ايه اللي جاب باسكت بول في الشبكه دي طبعا ما لهمش علاقه ببعض اوكي Work with your partner. Talk about the sports equipment and what you need for them for. Use the sports in the box to help you. طبعا دي قلناها خلاص يعني جاوبنا عليهم واحد واحد. قلناهم في الصفحة اللي قبلها. طبعا ده توصيل للي احنا قلناه. زي ما قلناها بالظبط. You need اقرأ طيب. يلا يوسف you need. اوكي هوكي ستيك لا اقرا اللي فوق اقرا اللي فوق الجمله فوق يو نيد يو نيد جول بوتس اند ا نت تو بلاي فوتبول اند فولي بول يو نيد شين بادز اند ا هوكي ستيك تو بلاي هوكي تمام يو نيد سويمينج شورتس ترانكس اند جوجلز تو جو سويمينج يو نيد شاتل كوك And a racket to play badminton. And that's it. Look at Mahra's bar chart. عندنا هنا في bar chart اهو. Circle the question she asked her friends. هنقرا الأسئلة وبعدين نشوف ال bar chart ونعرف أي سؤال مناسب للبار chart ده. طبعا عندنا هنا في number of classmates عدد طلاب الصف. عندنا هنا بيتكلم عن being part of a team. Playing outside, meeting new friends, feeling healthy, playing in a competition. اقرأ الثلاث أسئلة كده شوف أي واحد فيه مناسب. Letter A. Which sport do you like the best? Well, what is the best thing about your favorite sport? Well, what equipment you need for your favorite sport? يعني هي أكيد B. الإجابة بتاعتنا هي. كتاب الاكتيفيتي عندنا فوكابلري موجود شين باد راكت جوجلز شاتل كوك جول بوست اند شورت نمبر 1 اقرا وكمل يو وير جوجلز تو بروتكت يور اي when you are swimming نمبر 2 يو وير تو بروتكت بتوين يو نيد انكل you wear gold boosts لا بنلبس شين باد الجول بوست اللي هو المرمى مرمى الكرة القدم او الهوكي نمبر 3 you hit when you are playing badminton get a shot of cook تمام لا كرة الريشة نمبر 4 غريب شوت كوك كوك الطبخ يعني بالمنطق كده boys wear when they go swimming طبعا الاولاد بيلبسوا مامي شورت نمبر 5 you hit the ball with a you know playing tennis and badminton you hit the ball with wrist push racket when you are playing tennis or badminton number 6 playing tennis tell you where the goal is when You are playing football, goal boosts. Okay. Write a paragraph about a sport you do, where you play it, what equipment you use, and why you like it. المفروض نعمل paragraph صغير كده عن رياضة أنت بتلعبها. مثلا هنختار مثلا I like to play football, or because it is fun, and I can meet. My friends دي من أسباب حبنا لعبة كرة القدم طبعا المفروض نغير كرة القدم للعبة تانية ونقول ليه إحنا بنحبها
مثلا I love playing badminton but not in windy weather. نشاط الكوك flies away. طبعا المفروض ايه ده نشاط صفي وكل طالب يكتب الباراجراف الخاص بيه. بكده نكون وصلنا لنهاية شرح درسين الأول والثاني من يونت 3. شكرا يوسف، انتظرونا فيديوهات جديدة، مع السلامة.